السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن العشر الأول من الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل الأعمال في هذه الأيام الذكر، هو السنة الظاهرة ذكر الله، ولهذا في حديث الترمذي: فأكثر فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه التهليل يكون هو الظاهر، والتكبير كما سبق نوعان: مطلق ومقيد. مطلق من حين دخول العشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، يوم الاثنين، 13 يوم في كل وقت. وما التكبير المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة بعد غد، يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، 5 أيام بعد الصلاة مباشرة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كرر مرتين ثلاث. وإن شئت تأتي بها بعد الصلاة مباشرة بعد ما تقرأ استغفر الله، أو تأتي بالذكر اللازم لكل صلاة: استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تأتي بالذكر: الله أكبر، الله أكبر، ويكون نهايته عصر اليوم الثالث عشر، 5 أيام: يوم عرفة يوم الخميس من فجر اليوم عرفة، ثم يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. وهي الأيام المعدودات، يوم المعدودات هي يوم التشريق، واذكروا الله في أيام المعدودات، هي أيام التشريق الثلاثة، وهي أيام الذبح، وبغروب الشمس يوم الثالث عشر يوم الاثنين تنتهي أيام الحج، وتنتهي أيام الذبح، وتنتهي أيام الرمي، وتنتهي أيام العيد. وأيضا ومن السنن المشروعة في هذه الأيام ذبح الأضاحي والهدايا والقرابين يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كلها أيام ذبح: يوم العيد، يوم الجمعة، والسبت، والأحد، والاثنين، كلها أيام ذبح، وأيام رمي، وأيام ذكر، ولا يجوز صيامها، 5 أيام في السنة لا يجوز صيامها: يوم العيد النحر، ثلاثة أيام بعدها أيام التشريق، ويوم عيد الفطر. هذه 5 أيام لا يجوز لأحد صومها إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يصومها قبل ذلك. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذبحها أفضل من الثمن بصدقتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأضحية من النفقة بالمعروف، وولي اليتيم له يضحي من ماله، والمرأة لها أن تأخذ من مال زوجها ما تضحي به من غير علمه، والذي عليه دين إذا لم يطالبه بالوفاء يضحي، وله أن يستدين ويضحي إذا كان يجد له وفاء. فهي من السنة المعروفة الظاهرة، وينبغي إظهارها. وفي الحديث في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا أفضل في يوم النحر أفضل من هراقة دم، وإنها تقع عند الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض. وفي حديث ابن عباس: ما عمل ابن آدم من عمل في يوم النحر أفضل من نحيرة في يوم العيد. وأفضل ويوم العيد هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه رمي الجمرة العقبة، وفيه الحلق، وفيه الذبح، وفيه الطواف، وفيه السعي، فهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. ثم يليه يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم ينبغي الاعتناء به وصيامه لمن يحج، وهو يكفر ذنوب سنتين لمن تقبل الله منه، لكن باجتناب الكبائر. أما الذي يفعل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضيهم والرشوة والربا، هذا ما ما ما, ما يكفر صيام عرفة. لابد من التوبة، الكبائر لابد لها من توبة، لكن إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه ذنوبه سنتين، وهذا فضل عظيم. والأضحية سنة مؤكدة وأوجبها بعض العلماء كأبي حنيفة على القادر في الحديث: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وفي الحديث: على كل أهل بيت ضحية، كل أهل بيت عليه ضحية. ويشترط في الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المعتبر، ومن الظن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. والإبل تجزي الناقة البعير عن 7، والبقرة عن 7، والشاة والمعز والظن عن 1، ويجوز إشراكها في الدم في الأجر. كل أهل بيت تضحي عنك وعن نفسك وعن أهل بيتك، وتشرك الأحياء تشرك الأموات والأحياء. ومما يغلط عنه بعض الناس يضحي عن الأموات ولا يضحي عن نفسه، وهذا خطأ. الأضحية تكون عن الحي وعن الأحياء وعن الأموات، فالحي قبل الميت، تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك. فبعض الناس يضحي، تقول: يا فلان ما لك من ضحي؟ قال: الله ما توفي لأحد، ما مات لأحد. يظن أن الأضحية للأموات، الأضحية للأموات والأحياء، فلا بد من العناية بها والاهتمام بها والتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، هذا هو المقصود. ولهذا قال العلماء: لو تصدق بأضعاف أضعافها كانت الأضحية أفضل. لو كانت الأضحية 2000 وتريد أن تصدق 10,000، نقول تضحي 2000 أفضل من تصدق 10,000. لماذا؟ لأن الأضحية فيها التقرب إلى الله بإراقة الدم، هذا مقصود. أفضل أيام أفضل عمل يعمله يوم ولده العج والثج. الثج إراقة الدم، والعج رفع صوت التلبية للمحرمين. فلا بد للمسلم أن يعتني بالأضحية ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من خليلك إبراهيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا هو المشروع للمسلم، العناية وأن يعتني بإراقة الدم والتقرب إلى الله بإراقة الدم في يوم العيد وأيام الذبح 4 أيام على الصحيح: يوم العيد 3 أيام بعده، إذا غربت الشمس في يوم الاثنين انتهت أيام الذبح، وانتهت أيام الرمي، وانتهت أيام الحج، وانتهت أيام العيد. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.